للحديث أكثر عن الجهود التي يبذلها العالم من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا وما نتج عنه من أضرار اجتماعية وسياسية واقتصادية، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن عضو مركز العلاقات المصرية الأمريكية الدكتور صفي الدين حامد. دكتور صفي الدين، لا يزال فيروس كورونا يثخن بالقتل في العالم، كيف ترى المجهودات الصحية لوقف نزيف الأرواح الذي بدأ منذ شهر ولا يستطيع أحد إيقافه؟ تحياتي لك ولكل المشاهدين، ونرجو السلامة لكل أهل الكرة الأرضية من هذا الوباء الخطير اللعين. عموما طبعا لا شك أن هذا الوباء جاء يعني كاسحا ومفاجئا للجميع، للأهالي نفسهم في كل بلد، وللحكومات التي لم تكن مستعدة، ولأهم ناس طبعا أهل الطب، يعني المهنة نفسها، أهل مهنة المهن الطبية لم يكنوا مستعدين من الحجم والتسارع في هذا الوباء. نعم. طبعا العالم أخذ على غرة إلى حد كبير. كمية البحث العلمي اللي موجودة لا طبعا لم تكتشف حتى الآن كل يعني ما هو غامض عن هذا. نعم. لكن الحق يقال إن الجميع يعمل بكل طاقته وأكثر. يعني عندي هنا صديق لي يعمل في وزارة الصحة الأمريكية، وهو متخصص يعني في الإبيديميولوجي اللي هو علم الأوبئة والأمراض المعدية، فبيقول لي ما كنت مطلوب مني أنه أراجعه وأقرر وأقل، يعني أخذ قرار في الماضي كان يأخذ مني أسبوعين أو ثلاثة، الآن يطلب مني في ظرف 48 ساعة. نعم. لا تزيد عن 48 ساعة. دكتور صفي فهو الدين، فهو يعمل ليلا ونهارا. نعم. دكتور صفي الدين، في شهر أذار المنصرم قال مسؤول كبير في البنتاغون لمجلة نيوزويك الأمريكية إن فيروس كورونا قد يتسبب بإغراق النظام الصحي الأمريكي بالمرضى. بعد أن مر آذار، كيف ترى الوضع الصحي في أمريكا، وإلى أي مدى يمكن له أن يصمد أمام الكارثة التي تعيشها الولايات المتحدة؟ والله هي كارثة فعلا، والحقيقة أنه يعني الناس من كتر أو يعني المسؤولين والأطباء ودوائر البحث العلمي كلهم لا يجدوا الفرصة حتى يعني يتنفسوا استعضاء. نعم. ويفكروا في الأمر، فلأن هم بيحاولوا في عجالة أنهم يقاوموا، يعني في حرب كاملة طبعا، يعني هي دي فعلا احنا بنتكلم على جبهات قتال على مستوى كل الخمسين ولاية. لكن الحقيقة وزارة الدفاع الأمريكية بالذات هي تعتبر في أكثر المرافق أزمة، لأن كما نعلم أولا أمريكا عندها جبهتين حرب ساخنتين في أفغانستان وفي العراق. مهما كانت بنقول إن في وقف إطلاق نار وفي يعني، لكن الحقيقة إن دي جبهة ساخنة. إلى جانب هذا إحنا بنتكلم عن ما يزيد عن 120 قاعدة عسكرية بينتشر فيها الشباب والشابات الأمريكيين المجندين والضباط، ويعني كل من هو في السلاح في كل أنحاء العالم. نعم. بالرغم مما تفضلت به دكتور صفي الدين، إلا أن أمريكا احتلت خلال الأيام القليلة الماضية الصدارة في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس. بما ترجع هذا الوضع بعد أن كان الرئيس الأمريكي يتندر من طريقة الصين في مواجهة الفيروس؟ والله إحنا عندنا هذا الرئيس هو نفسه كارثة يعني لوحده. كما نعلم أن هذا الرجل جاء في يعني نقدر نقول في غفلة من الزمن، لم يتوقع أحد في يوم من الأيام أن رجل بهذه الشخصية العنيدة وبهذا التهور وعدم الانضباط انه يصل انه يبقى رئيس. لكن هذه هي النظام الديمقراطي، وهذه هي ما يحدث في بعض الاحيان ثمنا للنظام الرأسمالي والديمقراطي. عموما هذا الرجل انا في اعتقادي انه حاليا يعني المسامير
دقت في نعشه ومن يعني وشعبيته وصلت كل يوم اقل لسوء تصرفه والكونجرس بالذات يعني مجلس النواب بيجاهر انه بيستعد لمحاكمته بعد يعني فتره في الوقت نعم. المناسب الى اوروبا الان دكتور. اوروبا تعد كما تعلم البؤره الثانيه بعد الصين في احتضانها للفيروس. باعتقادكم هل الاستراتيجيه التي انتهجتها اوروبا في مواجهه الفيروس اثبتت فشلها؟ لا شك طبعا ما حدث في ايطاليا وحدث في اسبانيا الامور تؤخذ بالنتائج، النتائج كارثيه في ايطاليا، بنرى يعني ما نراه في شاشات التلفزيون، حاجات يعني لم نراها حتى في افلام هوليوود القديمه يعني عن الحروب العالميه الاولى والحروب العالميه الثانيه او حتى حرب الاسبانيه يعني والاساطير الروسيه عن حرب وسلام وخلافه. حقيقة الأمور تؤخذ بالنتائج، والنتائج كارثية في إيطاليا وفي إسبانيا وفي بلاد أخرى. يمكن ألمانيا أثبتت بقدر الإمكان شيء من الثبات والرصانة والتقدم السريع. في سؤال أخير وبإيجازه على عجالة لو سمحت دكتور صفي الدين، كيف ترى تعاطي الدول العربية ذات الأنظمة الصحية المتهالكة في الغالب طبعا، كيف ترى تعاطيها مع الفيروس فيروس كورونا؟ والله سيد العزيز ده سؤال محرج، لانه كما نعلم انا بالعموم بشكل عام كيف تقيم التعامل العربي مع الفيروس؟ هذه الانظمه اكثرها اغلبها تتميز بخداع شعوبها، تتميز بعدم الاهتمام الا بحكامها وعروشها، ولذلك انا ولا يتميز بالنزاهه. فلذلك اعتقد ما يصدر من كثير من هذه البلاد هي احصاءات كاذبه مضلله، وستثبت الايام يوما بعد يوم ان هذه بيحاولوا تهوين الامر ويعني الزيف يعني تزييف الحقائق. هذا هو سمة كل تقريبا او اغلب الحكام العرب وحكومتهم. الدكتور صفي الدين حامد على البلاد العربيه. الدكتور صفي الدين حامد عضو مركز العلاقات المصريه الامريكيه، كنت ضيفنا عبر الهاتف من واشنطن، شكرا جزيلا لك.